السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نديروا هاد البراسليات ديال اليد، ولا تحددوا بها هكا الصفحه ديال الكتاب بهذا الشكل هنا. تيجيو سهلين بزاف. غادي نستعمل 5 ديال الخيوط، نضوبلهم على جوج انا حيت رقيق بزاف، نقطعهم هكذا. نلصقهم هنايا باش يصلحوا لي الخدمه مزيان. غادي نبداو بسم الله. غادي نقبضو هادي هكذا، هذا غادي نديرها الفوق هكذا، وغادي نحشيها من هنا من الداخل هادشي، وغادي نجمعها. غادي ندير لها نفس العمليه هكذا، كذلك غادي ندخلها هنايا وغادي نجمعها هكا، صافي. غادي ندير نفس العمليه لكلهم. اذا ها هي الثانيه، هادي درت لها جوج مرات، هادي كذلك غادي ندير لها جوج مرات هكذا وحده، وغادي نزيد الثانيه. غادي نمشي كذلك لعند هادي، وغادي نخدم نفس العمليه هكذا هكذا، وغنمشي ندير الثانيه. غادي نمشي عند هاد التاليه كاع، غادي ندير لها نفس العمليه هكذا بحال وحده، وغادي ندير لها الثانيه. صافي، دابا عاوتاني غنبداو بهادي نفس العمليه اللي درنا للزرق، غادي نديرو لهادي. غادي نقبض كذلك الصفر بالترتيب هكذا، غادي ندير لها الاولى، وغادي ندير لها الثانيه. غادي نمشي كذلك عند الخيط اللي من بعده، وغادي ندير لها الاولى والثانيه كذلك اللي من بعده، الأولى الثانية. كذلك هذا نديرو له نفس العملية، الأولى وهاد الثانية، وأنا ماشي معاهم بالترتيب، الأولى الثانية. كذلك هذا، وغادي ديري نفس تمشي معاهم جوج جوج في كل وحده، ها وحده جوج كذلك وحده الثانيه.
غادي نزيد واحد المسافه باش يبان لكم العمل، وعاد نرجع. ثم العمل سهل بزاف، خصك غير تاخديهم بالترتيب. هادي شوف انا ناخدها، هادي قطعه باليمنيه واللي من بعدها مباشره في الترتيب. غادي نقطعها باليسريه هكذا وندير لها بهذا الشكل هكذا. وهذه دائما تنخليها شويه مجبده، اذا ها وحده غادي ندير لها الثانيه. واخا يكون عندك الخيط طويل راه غادي تجيك سهله. هانتي راني طلقت الخيوط، هانتي واحد وجوج هنا كذلك، هذي غادي ندير لها واحد جوج. اللي بقات لي غادي نحط معها كذلك واحد جوج. غادي نمشي عند اللي من بعدها، هي هادي، غادي نهز هادي بهذا الشكل وغادي نخدمها. اللون كذلك اللي من بعده صافي. دابا غادي نعقدها هنايا، من وصلت للحجم اللي بغيت غادي نعقدها ونقطع. غادي نقطع الخيط نديرو في نفس التقدة هكذا. نتمنى تكون واضحه لكم، كان عليا نديرها شويه غليظ الخيط. وهذا هو الشكل النهائي، نتمنى يكون عجبكم وتجربوه. مع السلامه.